السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في السوق الأسبوعي بالثلاث الأولاد قليم سطات، واللي ما عرفوش كان في المملكة المغربية الخيرات تنوريو الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى قبل المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيلا ترجال بنات ولاد بتاريخ 4/6/2024، الخيرة تنوريو الجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. والحباب تونا في المكان كما قلنا، هذا معروف البيع والشراء والجزارة، وكل واحد الغطاس هنايا بحاجة زوينة، حاجة رفيعة تنوريوها الجميل حباب تونا. واسي بو شايب وجيب لنا دكاتين، اعتقد دكة تبارك الله على مولاي الحسن، مرحبا بسي حسن. دم نحيو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان، ورينا اثمنة شنو عندكم اليوم؟ السوق مزيودة سيدي الزيتون. السوق مزيود بشحال تبيعوا؟ كيف داك اللي عود ب 3400. والقضبان شنو كاين فيهم؟ 50 ريال قديم، 10 دراهم، 10 دراهم جوج دراهم ونص القديم. حتى راه قلبتونا كامل. أقول يا سي والغطاس. دار معك كونترا تاع الربع هذا. والغطاس. غادي نمشي نطلع نشد عمود خير. وارك الطاس هو كاع علاش يبري. ونبغى شوي عندك شحال؟ اييه. الخبز. مع الزواج كان اللي عندك اكثر. وما كاينش تاني شوي لي فابور. واخا انا ياك. الله يرحم الله يرحم اروح. ديما حنا عند القطاس، ديما عند رضوان وسي احمد وكيما شتي عبد الصمد تا هو اليوم واخا شحال هذا ما جا. واسي احمد اللوكل باللوكل ولا الثاني بالثاني؟ اللوكل باللوكل سير. هذا الزيتون المرجاني وحييكم من طنجة الكويرة في القرى أو في البادية أو في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية، أهلا بكم. وما تنساوش تدعمونا بالشراكة الإخوان وبالبارطاج، اللي أول خطرة شاف قناتي يشارك معنا. تنوريكم أحسن مكان عندنا. كيف نحن عند الغطاس في الثلاث الاولاد الخيرات موجوده. وتديه وسير. قال فات سير بحالك. صالح معمر تصور معايا. تشويتيه.
هاد الغطاس، هاد الغطاس هنايا في الثلاث ولاد معروف بشي حاجة تاع الجودة تنقولوها. لا ما بغيتيش عندو شي بحال مال اللحم ولا كورطيط ولا كبدة من شي أخرى ولا اللي يعجبك ولا خود عندو ولا اللي كان ماشي مشكل عندو. داخل الوطن شو الشعب من برا مدينة شو من ما قناة الزيتون المرجان وما الحباب تول داخل الوطن أو خارج الوطن سنوريو الخيرات الناس اللي مولفة الأسواق الأسبوعية بالمملكة المغربية. أهلا بكم دي من الزيتون المرجان معكم دنيا هانية ما شيء ما ماشي عاد كنبوحو في الجيم السوق كامل جيم راه ماشي واحد غادي تسربيه ريبو الزيتون ياه اهلا ريبو الزيتون الله يحفظك. ديما حنا عند الغطاس هنايا في الثلاث الاولى شنو الغطاس؟ ما عارفينش ما كاينش ما والو ما تيجي ما تيشوي ما والو شوف الدخان قال هو شوي دخان سماه خلا واحد رايح يحيد المرض يحيد المرض ودي بوزيتون والكاسه كان حدث 17 صوصه اردوان بلدي هاد الضبابة بلد الضبابة هاد الضبابة بلدي هاد الضبابة دار علاش؟ هو اختي كاينه كاينه احنا عند الغطاس هنايا معروف البيع والشريه والكساره والحريفيه وكل واحد كما تشوفوا معنا تنوريو الخيرات لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في مكانو. اهلا بكم احنا عند الغطاس الشي وحاجه زوينه بغيتي تشوي عنده خود بغيتي تجيب من شي اخرى تاخذ كما جابوا هادو موالين هاد اللحم كما تشوفوا معنا معنا رضوان اليوم رضوان جاي عندنا الله يحفظ منك انت هذا هو مصيره هذا هو المصير احنا ديما عند غطاس هنايا في ثلاث الاولاد ديما عند خالك عند خالك هذا مضيعكم في الورد لا لا الله يسامح لي سامحتي لي سامحتي ابوك شتو غابر في الدلاع في الدلاع الى هو اذكرتي وقالك خالي وكان شكرو خالي دلفي شكرو سي خالي نابولي اللي في مرحبا بسم الله شنو ديال الربعه تمن ياسر على كل خير.